المرسوم الرئاسي الذي اتخذه الرئيس الأمريكي وهو في نهاية ولايته لا يعدو أن يكون قفز في فراغ، لأنه ليس له أي أقر قانوني أو ليس له كذلك أي معنى سياسي، وبالتالي فإنه مجرد قفزة في وقت فارغ ومحاولة كذلك لابتزاز النظام المغربي. ولكن من حسناته أنه كشف الوجه الحقيقي للنظام المغربي، في أنه النظام عميل من الدرجة الأولى.